أوك إذعان في علي شافت إيماني هر أو آية دبيت دليل دي كوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أواني كيقين ينهبوا بلند عين حالة جحدوا بها أوان أبوي بكافر حساب كلابون شون كتشيان نبو لأيو إذعان علمي ينهبوا بس أدبوشي ده حالك ده لآية فعلم أنه لا إله إلا الله معلوم بك إيمان إذعان علمي أدبوشي أوان مؤمن حساب نكرا حقيقة إيمان حاصل بويدي دغ نشوف كيف شرطك حاصل نبوة كيف شيء شرطك إذعاني في علي هو الدليل على سر ويكشيا إذعاني في علي وتسليم وقبول الله شرطي إيمان شرعية زوجته تحقق إيمان أريد كيف شرطي تحقق إيمانه فلان تحقق إيمان بنسبة ظاهر أريد كيف شرطي تحقق إيمانه بنسبة باطن أركب رب باطنان وقتك إيمان تحقق ذلك كهوش فلما أريد كشرط تحقق إيمانه بالنسبة الظاهر أما شون كان جي أحكام إسلامي بسرد جاري بكي سيدا كان شون إيك آية قادر يعني قادر نية إيك قادر بيتن أحكام إسلامي بسرد جاري ناكري إيك أخراري أو إسعاني علمي وفي عليها بيتن مؤمنة نهاتا او انا كيف الجنين او اجراء احكامي بسردان اكريت اما حكم باسلام كيناك فرقيان شيء فرقيان يا ويدي عارزم كردي كان شرطة بالنسبة الظاهر كان شرطة بالنسبة الباطن كان شرطة هو اجراء احكام طيب اقرابو ايماني شرعي لحقيقة فرق كده قال تصديق اللغوي منطقي نيئي تنها متعلقة كيف فرق ذاك متعلق إيمان شرعي خاص ترى لمتعلق تصديق منطقي ولغوي فقط كوابوشي شل رده وانك بوا عواز بوا فقط متعلق دير ده خاص كراوي متعلقة كده بي أو نسبة هم خبرية نبل كلا شرع واركي راوي ده اوجر كان الشرط اوانا هندك شرطي هنا كاوان او شرطا نبو بنا بقول حق يعني يا اخي حتما لو بيت تصور هرنا بها مشخصة شو كده الله اذعان علمي بشي هرسي كما وصلت ايدي اعلم ان التصديق اللغوية والمنطقية والشرعية متحدة من حيث إن كل منها إذعان علمي بالنسبة التامة الخبرية زي باشا كي إذعان علمي بالنسبة التامة الخبرية دبي لا فيش إذعان كده تتصور كده بيتا نسبة التامة الخبرية إيش كان يتصور ذاك ليتا دو طرفة كين شكو نسبة كي غير مستقلة ليل زور شاك نعلم كافية أو بحثة بلان دو سطحيدة كافية توجيها لو صد حيدا بتانا يبو فقيك توضيح لن موصيه ناوية جبلا ما قرقيو مفصلة كجه لبحث إيمان دا دبي مراجعي سننك شروحي حديث بكريتا لبحث إيمان دا لإيمان قضية إيمان بشي حاصل دا بيتو نسبة إيمان وإسلام واني آخر أو جالكانا متفارعاتي واني جاخر سن قضية إحسان أو شتانج قضية أو قسمتي كما ربط دبيتن با الشطحيات وأوانا دتوانا مراجعي في كان هل لو بحثي ده لكتب كلام يكان ده لشروح الحديث ده لكتاب الإيمان هي لها مكتب كان الحديث ده لشرح كان ده دتواني مراجعي في كان لكتاب الردة لكتب كان فقه ده كتاب الردة بحثي أو شطحاتي هناوة أكثر كتب كان فقه من جملة منها مغني هناويتي باشا بحث الردة لولا يوا أجر مثلا استدلالي وأوانة شاولي بكان لكتب كان تازده كهية بلام كتب ما مستمر عبد الكريم مدرس الوسيلة الوسيلة أوائل كي بحث إيمان وإسلام وإحسانا كذا كزر كفيك أم في موافق بدرس شي بخينا هل خدي وسيلة كي هناك فضيلة خدي وسيلة كي بدرس بخينا آما مصم مذاهب وأواني هنا وشنك زور المسلطة لسا شرح مقاصده كتابة كان سيد الشريف الجرجاني وأوانا ومسلط شرطة كتابة عرفانية كاني وكتابة كاني الشيخ عبد القادر جيلاني وأمثالي
التواني ويت الزور تشاكر يكو فيك بك بحثة كيدي وابتن ك أو بحثاني كالباري طريقة عرفان دهن توا مطابق الشريعات بن أو خرافات كتيكال كراوة كخالك تيكال ينكردو أجان بعمدي أو بغير عمدي هندك هر عمدنا وانكردو كريشي عرفاني وانا خراكا هندك بغير عمدي لروي جهل نظاني وانكردو لكل كشيخ وشتيوالا فنيا جمع وصد بلان چونكني عالم دزانيتن زور جواني هنا وبو زماني ما زور لازم مطالعي أو بشي لواني أدى صفحة يكبي مطالعة كشي يعني حتى بوفقية كبعض يعني قدرتي مطالعينا بي حتى خيندنا كشي أمن بلازمي دزانم زور شاك لآيات هنا ويتي لأحاديث لكلام علماء زور جواني هنا أو بحثي مثلا أو بحثي ك لباس الشطحات وأوانا دا تبين قصي هن جواني هنا ونحتي هن زريفي هنا وخزي حضرة موسى وحضرة خزر حضرة موسى مكلف بو كإنكاري بك أو كارب زي خلاف شرع بو دي حضرة موسى مكلف بو كإنكاري بك موسى بشرة الكاركي خود حضرة خزر كاركي دا كات كبزي خلاف شرع موسى بشرة الكاركي خود أو تكليف خوي بجيديني أو تكليف خوي بجيديني فانيا بلا ما كان علمي بحقيقة حالها با حق إنكاري نبو هذا مثال هن زريف ديني مثلا كحكم بالظواهر ذكري مثلا اي روج باسن كرخو بونغوانيا شو مثال كان منين ابي بلا مثلا مثال ديني تو دلا كسك مالي توي دزيوا اتو دزاني مالا تاير مالي توي دزيوا في الشهيدة كشل سرنية دليل شنية ثابت بك لشنا محكمة قاضي شرع دبي فتوى بو كيبدا وفو مالا تاير يبدا دي دا حالك دا دزا بلا حكم بالظاهر ذكا واني افا يعني برعكسة كيبا اتو دز بفارقين يعني شاكا مثال ايديا ومنه ايديا زور شاكا زي باشا كا فتواي بويدا قاضيكا كناحكارا ناولا اشتاو اگر فتواي ندابا كناحكار سري واجبك عمل بالظاهر بك ادي اتوك يا ظلم اللي كراولو بيني حقيقتش دزاني كمالي تويا بچي دزي بكي مالكي خود بدزي بچي بجوري كبير فينيا و كناحت بونان اشريت حقي خود دزان بك أني آخر أتو حقتك إذا ظنيت بتصني عمل بحقتك جن مني وزور ديني توا شتي زور عالينا بحث رابطة لإيمان دا تأثيرك هي مثلا بحث زور قوي هنا آخر جا خورنا كريت أنا ما أنا جواب جصاص صار ذيك سيبك خلاص كين بحث بسنا بحث رابطة شتي زور قوي هنا وها بحث رابطة مرشد ما وصل زور قوي هنا و رابطة بيغمر صلى الله عليه وسلم كرابطة مرشد الشيء دزني من دايا عندك دلهم بدعية جذور جواني توزيح دوا كأصلا أو بدعني أو ضلكوشتكي يعني عودين توا كشتكة أو حمو علماء تأييد يعني كردو ولا والنهي كصريح لنكره ولا شرعي دا ضلكو أمرك عامي فكرة أمري عام هي بوا كإنسان إيماني خويده بتقوية ذكى محبتي فيها أصلا تقوية أو أمري عام هي دي زي باش وقتك كأمري عام هي الشامل أو أسبابنا هم واندين ما دام أسباب كان نهي صريح يعني لنا كلابيت وني آخر جوازور جوان دين تو توزيع حكي جوان ذاته لازم أيدي بو بعض الشبهة كي أو زماني لازم أنجو أقعد لو كتبنا هبي الله رسل آخر رابط كي بألطفه ولا وأنا رابطي كم بألطفه ما وصل ملا بآخر زور وأنا هناك شلون فيم خوش انگو بو هر آگاه تن نبی او آدرس تن هبی الوسیله تن نیه باش دیخو او کتاب آخر لازم اعلان کنه بو مطالعه آره مطالعه کی لسر بکن بلام مطالعه کی وا که لبری بکن و کم نبند حتی شاول کتاب نکن نیزان آو نبند آماده بندی آیات که مربوطه به بحث که حدیث که مربوطه أقوال علماء أدرس كتابة كان كما مصداويتي أدرس علماء كأوخصانان كردو أخباش أدي أوهم وأنبو إستدلال لبندي أنقود بي أوانتان لبر بي أنقود وشرايتان كثيران لبر كندي شاهد أمنا وفرصة أمنا بي يعني أو استعداد أمنا بي يعني حافظة كم أوكم ينقو قوينا بي تفاقياتي دا بيو حافظة قوية يدي جانك تاكي جرما وفاشن دل بدرس لك أخوان صاحب لي رهي أخوان صاحب رقبي عقيدة زورش نه هوا کو خالقی دیگه جوره که اینی نازن میشونه لد نیل سابقه خندنی لخدمت ما صبح قروان هبوه محبتی رجای حقی لقلبی ده هر هیا
طبعا مطالعه كتابي مصريش ك مسابقة لا إجازنا ما كيدا قيدي كردوا أتود بمطالعة أو كتابنا نكي أو وصيتي بجنينا وجلوانة 80% قلبي بو أولاي شو بمصرية كان طبعا لد عمق الدلا كيدا أو محبتي رجاء حقها الهيا مثلا كتابي تبرك الصحابة ما تشد كل ترشاوي دازنا ديك أو تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حلقنا مثلا شديدا دوزداري وانكيا ابن تيمية زوج سيد دي او دوانا بيكو يا مثلا يروش متمالي او همو اسلام كدو سير رسالة امام غزالي بنا في نفروش حاضر بون بولاكي زور زوري بدامي قتما هر سي برابر قيمتش بلي دكرا قتما والله نفروش كما بركتي كتير خانه من بو كتير باني اره والله ده حالك اخي زورش بول خوش دوي اره والله اجا من زور ما ويا بارحال خدا نتعال ان شاء الله او وانا كان كهشيتي لي دور بكاته ولا بدعتوش لي بياكي زانايا اهل فضل باشا جا ديكوت ام فقيب ملخص من نوصم على باقري كنت وقتا كي اجازي دام دوي باس اجازة نامي خوي دا كركا اوشتاني كتو روجي حتما دي بمتالعي احياب كيو بعض الشيء كتاهم بجيناون الا او دانايا نبيتا كتو دي بمتالعي كتابي مصرية كان نكتي او بجيني جامش بي او بكرامتي ما مصباقري اللي حالي بك او ايانداني غير بيتنا وني اخر الفقياتي دا او بيجبيني بك الكابرا احتمالي زلالكي لما تعالى اي كتابي مصري دا وني اخر جا دي كود وقتا كي اجازنا ما كي بو نرسيم و اجازة ويدام كتي ما مصد شو محرابي مزقوتي اي كتي محراب نظم من بار شتكي كود دي با انا وانا ينب كتي رويدا ما كردو كتي اما وقتك تلقيني مردو كان دادين سنة فيان بلين لديك يلت بشي تلقين او ايدي او اول منزلي تو لمنزلي قيامته او اخر منزلي دنياته بعد بصي قبري كتي بلام امن في موايا قضية فقياتي وملاتي بعكسه وقت فقيق اجازي ورقر لبي في بلين او اخر منزلي قيامات و اول منزلي دنياته بو شنكين فقياتي كي همو مربوطة بعالم القيامة لعالمي بهاق دا كبرا دخويني ببيا الرياء زور بخلوصي نيته ولم أقحد يعقل إمكاناتي اكتفاي بيدك أهل الدنيا داري وأوانانية عالمك زور بهاق دايا وتهو قيامة دنيا كتر بوا عالمك روحاني بوا بلام كو أولا لك إجازي وردقري أول منزل الدنيا تهو شروع دا بيدي أو وريد الدنيا بو وملاتي كي آية بو كسب شهرة بو كسب مقام بو كسب فولة بو كسب أو نحن موانزين قوري دي هذا دنيا كشروع ده بي لابو عرض كمان قوك لفاقياتي دان لعالمك بهاق ده شاد قصاكاني من ألان ده نظري انقو ده في شبي حتى نين ملاتي نظن كفاقياتي شان ده ده سعادتك قوري حتى فاقيا كلفاقياتي ده بايبان ده جنبوه زور أهل عبادة وانه جنبوه كوارد ملاتي ده بيت فاقياتي كي خوي هرفي باك عالمي فاقياتي وايدي لما لا كده هذا فقير أما فقير وده أنا كنت عام ما بوب كنا نقول فقير أنا ما في كن ما ده هذا حي حجتين يا الله أمد ونيا بلام أما كهاتني ملاتي زين كعالمي ملاتي عالم كذي كإنسان زور ده كذي ده معرض جان قو أدم ده معرضي أو خطر أنا دانين هشن ها أنقولش هر بار هش نفس الشيء أنا في الشارع هالهيا بلام أو نخشانة كابون قو ده كشيء توا يعني الرجاء إنك مديون كم تلاقيه إذا فيم خوش أو فرصتين قول لازم لازم ندا حتى جوان جوان صاغ نبنى ولسال إيمان و إسلام و إحسان الأخجري مش ندري والله وابن بظامن إدي أوابك صدك أولادين و لهات ولا برابري هي بشكاني نفس الشيطان و أوان أجل واو لهات جاء أجل كان لتوان تأثير بزار مثل ملاتي دا لتوان تأثير تأثير نبن لفزاي ملاتي و فزاي خرافي كتيدا دي باش ثم التصديق على إطلاقه يسمى إذعانا وحكما كما يسمى تصديقا تصديق على إطلاقه بمطلقي يعني أجر نلين بشرتك كمتعلق بوقوع يعني بشرتك كمتعلق أو شرطاني اللي قلنا به هل مطلق ببي مراعاتي أو شروطه أجر أو ملاحظة بكريتا يسمى إذعانا وحكما نيودا بريبا شي إذعان وفيش دلين حكم وني آخر أو دنيواني حي إذعان شي في دلين حكم شي في دلين
بس اگر كترا يزعاني الحكم او انا هم المرادي في شنا تصديق يعني خداي تطلق كترا اه اي تصديق زي انا معنى شنا معنى تصديق ني مرادي في تصديق معنى شون معنى مطلق التصديق دي همان اوي دي يزعاني علمي بالنسبه لتامه خبريه يزعاني علمي بالنسبه لتامه خبريه او تعريف كده او بقول كدوايد دي خطي دو وبشرط تعلقه بالوقوع ايجابا وبالله وقوع او خارج مكان الان خدي تصديق ايجابي شي في ده كده بل مطلق التصديق ايجابي في كم تصديق ايجابي في ده كده تصديق كمتعلق بوقوع او ايجابي في ذلك تصديق كمتعلق ببلا وقوع او سلبي في ذلك مطلق التصديق ايجابي او سلبي في نفسه دبا شديد حتما دبي متعلق به بل ام اجا مراعاتي هيج تعلقك يا تنكي حتى كذا نفس المتعلق هذا متعلق بك كان بل ام مطلق كشي ملاحظات كي دفاني في بغي شيء إذعانه في بغي حكم شو متعلق بالنسبة التامة خبرية إيجابية ببيتا شو بالنسبة السلبية بفرق ناكا بسر هذه حالة دفعني إذعان حكمي في بغي يعني أتوم راعاتي ناكا إذا أنا معلومة دبيك كان هرها بيتا إذعانة كبيرة حكم شربه معناه يدي حكم كردن أو كاز الحكم شربه معناه أو يكاتو باورتها بيتا حكم شرب معناه باورة جاء اختلافي تدا البتا شو باورك؟ أي باوري فعلية أم باوري علمية؟ راجح أو يا حق أو يا كباوري شيء؟ باوري علمية. باوري علمية. بكر دواري ما ضربت باوري. آه متعدين. زور شال. أو نيوانا في ذاك الشيء هر وكو فيش ذاك الشيء شيء؟ فسني بهاي تصديق إذعان حكم أو سنيوانا في ذاك الشيء نيوان بوشي مطلقي إذعاني علمي مطلقي إذعاني علمي خاه متعلق ببي مطلق أو يعيدي خاه متعلق ببي بوقوع يا متعلق ببي بلا وقوع خاه أو إذعان علمي كبزيد قائم نتايا يعني أو إذعان علمي كبزيد ليس بقائم نتايا هاردو كان أرشان في ذلك كتريتا تصديقي إذعانو حكميا في ذلك كتريتا أو على إطلاقي ده مقابل شدايا بشرط دايا بلان وبشرط تعلقه بالوقوع ايجابا وايقاعا واثباتا ووضعا وبلا وقوع سلبا وانتزاعا ورفعا ونفيا باشا بلان بو شرطي ثم تصديق بشرطي تصديق بو شرطي تعلقي جرتبيتا او تصديقا بوقوع بالنسبة ايجابي شي فيدا كسري شوار نيودي كيبو فيدا دبيت حزمان دبي اوها بيتا مثلا تصديق كمتعلق بلا وقوع او نيواني في نفسه فاني اخر اگر متعلق بوقوع بو التصديق كمتعلق بزيد قائم نسبة وقوع قيام بلا زيدي او تصديق في دكتر ايجاب في دكتر ايقاع في دكتر اثبات في دكتر والا تصديق متعلق بزيد ليس بقائمين او نيواني في نفسه وإذعان حكم في نفسه اوكي بابا إذعان حكم هل في دكتر ده باش مطلق ايدي كيف اخواتي متعلق بولا بيان بولا بي او نيوي هر هي من ياخذ يعني او شرطين نيه بلكو تقال او شرط ايش تقدر ذاك ببيع او شرط ايش او شرط ايش تقدر هذا ايش شلون حالينا قلنا على اطلاقي مطلق او يعني او شرطانه ك لا بشرط نك بشرط لا شيء إطلاقي بشرط لا شيء معناه ما كانوا قالين بو شرطي كوقوع لا وقوع دي قال ملاحظة نكرية أو غلط قالين إزعاء التصديق المطلق يعني شيء يعني منظور أو يا شرطك ده قور داني نشرط وجود إشتك نشرط عدم إيش فني آخر إشتك ده قور داني مطلقة كذي إيجاب إيقاع هلا او نيوانش كيف جاء دزماني اواني كدالين تصديق فعلا عمدي استدلاليان او نيوانا لها شون كدالين ايجاب تصديق نيوكي شيا ايجاب ايجابش فعلا كيف فانده كما صريبا بيفعال ايدي اوجب يوجب ايجاب يعني اثبات كردن داري شي وجبه معنى ثابته ثابت كردن
إيقاع أو جهر واقع كردن إثبات ولا أو معنى دام أزراندن دانان لأو أنا هم وانشنا فعلا بس كوابو دبي تصديق شبيتا لما كل فعل يطعاني فعلي بي توجهي أماش دلين نا أوابشي تعبيرا إذا قيل بدليل كان يكالجي إخوان دا ثابتا دلين أوانا فقط تعبيراتا أوانا علماء كلمة وشكنا كودوا كبيرا أوانا في تعبير كنا وكلمة يكي قلت مختصر مثلا دبو كتبان تصديق شيا إدراكي وقوعه إدراك بوك باعدا إدراكي السبوتا أوانا كتبا بلام أو كلمة نية دورو دريجا هاتون بشيان تعبير كردو دوا فإيجاب إيجاب دير دا في علنية بلكو معنا شيا إدراكي وجوب إدراكي السبوت إيقاع يعني شيء إدراكي وقوع هذا كيف شون بس هما ده بيتوا شيء علم كا حالي ونشون بفعل يعني معناه ما كنا وها زرتك هوا وبالله وقوعي وبشرط تعلقه بالله وقوعي تصديق بوشرطي كتعلق بالله وقوع وببسطه بوشرطي تعلق بنسبة تامي السلبية وببسطه شوار نيبو فيدا ده بيك فيدلن سلب فيدلن انتزاع فيدلن رفع فيدلن نفي هر شوارشان با ادراك الله وقوع معنا دكرينوا هل هي معنى لغوي اخوان معنى ناكرينوا معنى فعل كلمه معنى لغوي ده فعلا بلا موان دير ذا بشي معنى دكرينوا سالب يعني ادراكي لا وقوع انتزاع ادراكي لا وقوع رفع جهل وانا في جهل انتزاع دارنا عندنا انتزاع يعني دارنا عندنا اتو او كقيامي لزيدي جدا ذكي وني آخر رفض يعني لابد نفي معنى إنكار كده شخص بلان أموان معنى ناكي ومعنى لغوية كان يعني فعلا هم وان دبنا فعل وني بلان لا إصلاحي مناطق هذا هم وان ألغت الفقصي حق يعني متقدم معنى شيء إدراكي لا وقوع إدراكي النبوة توجيبون شونا فس او نيوانا كبه تصديق ده كترين با مطلق التصديق نا كترين الان تصديق مطلق في نا كترين ايجاب في نا كترين سلب وني اخر باو شرطي دقال وقوع ملاحظة كرابي او نيوانا توجهي فكو تسميته با انسان فقي بيان فقي نبي او شرطي فقي اعطي دقال بيان تتوان بيت كترين انسان بلان وقت اینی فقیاتی بوده کسی که شرط گیت تعقبی کرد. فنی آفر. البته کتمن تصدیق با مطلق یعنی با مطلقی باور چی دکتر؟ تصدیق دکتر ایدی. التصدیق على اطلاقی چی پیدا کتر؟ تصدیق اذعان حکمی که پیدا کتر چی پیدا کتر؟ تصدیق پس تصدیقش هم با ادراکی وقوع دکتر ایدی. به هر کاند کتره. بلان جاری وایا تصدیق اصطلاحی که دیکشی هیا، معنای کتر و الله کرایا. هد منطقی دار. مرادفی ایجاب و ایقاع آن. یعنی چی؟ که با اذعان علمیه تصدیق دکتر با و شرطی تعلقی بشی و بس با وقوع او. جا وقتی بنا تصدیقی آب و معنایا با ادراکی وقوعی. عدم وقوع قيام بوزيدي إذعان بعدم وقوع قيام بوزيدي تصديق فينك بلان بمعنى أول تصديق فينك بس كوابو تصديق لما منطقي ده لفظك مشترك يبو دو معنى والله كراوة ومعناك عام كمطلق إذعان ومعناك خاص إذعان كمتعلق بوقوع تكيش نشو وقوع مصادة فرمي وقد يسمى عند التعلق بالأول تصديقا وبالثاني تكذيبا كم جارة كان نودة بزيتا أو تصديقا عند التعلق بالأول لو وقتك متعلق بيتم بالأول بوقوع أو وقتي تصديقاً في ذلك كتريتا بس كوابو تصديق معناه كتري شي هيا هل أكو بمطلقك مطلقة كيدا كتريتا أجركنا بو شرطي بو باوري تصديق في ذلك كتريتا كمتعلق ببي بوقوع تصديق في ذلك كتريتا وقتي بس كوابو قد تصديق لك دي بكان دا دي تتوان المعنى مطلقة كيلي بدناوا أو معنى أقر بقرائن وشتوالة أو معنى خاصة شيء بلا نوا وكو تصور جوايا تصور جل منطقي دا جاي دو معنى لفظك مشترك هاتوا بو معنى مطلق العلم تصور يعني علم حتى بتصديق الشيء دا كسرتنا وقتي تصوري في دا كسرت يعني صورتي حاصلة فلان تصورك شيء بمعنى
إدراكي كم متعلق نية بنسبة تامة خبرية. أو صورة متعلق نية بنسبة تامة خبرية على سبيل الإزعاج. تصديقش هرواية جلافزي تصديقش هرواية جاريوية بمعنى مطلق باور جاريوية شناولا باورك كباوري إيجاب بباوري وقوع به وبالثاني وهرواني ودى بالريتن أو تصديقه بالثاني باو شرطي كتعلقي بسبب لا وقوع وقتي شي بيدا كتريتن تكذيبي بيدا كتريتن أو إزعانة كمتعلقة بزيد قائم تصديقي بيدا كتريتن إذعانة كمتعلقة بزيد ليس بقائم عدم وقوع قيام بزيد أو إذعانة يشي في ذلك سريتا تكذيبي في ذلك سريتا كلان دمانا تصديق تكذيبي لغة بني؟ نا معنانية تكذيبي كرناك وتكذيبي ناك زيد ليس بقائم هر صادق على كلام خويدا صادق إشه زيد شنية قائم ني بلام صادق قصة كيوية زيد قائم جنية بلام هر أو إذعانة كمتعلقة في تكذيبي في ذلك سريتا فني آخر أويتر زيدون قائمون كبرى صادق جنابيتا هر شيء هر تصديق في ذلك سريتا تصديق وتكذيب أجا الآن دلتن كمعنى كان ينشي باشا حاشي نوزة بوشي تصديق متعلق بوقوع تصديق في ذلك سريتا بلام بلا وقوع تكذيب في ذلك سريتا تصديق معنى خاصة كي. وبيّنوا وجهه بوجوهين بيان ينكروا علماء وجهي أو تسمية عند التعلق بالأول بتصديق وعند التعلق بالثاني بتكذيب أو وجه تسمية بيان كروا بوجوههم بس وجه تسمية وجهه ويدي وجهي اسمك خد لازم لك أتوانك من طلعت تسمية ما أنسك حقيقين يلا ميلا كيدا توانيت بمذكر وبكارك مراعاتي وشتانة تنك شيء الأول يا أوليا أويا ينبغي وجه كل واحدك وجهي كمزيه تصديق شو تكذيب شو شاكا الأول أويا أن التصديق بمعنى الحكم بالصدق تصديق بمعنى شيء حكم بالصدق شيء صدق شو معنى وقوع صدق يعني شيء يعني وقع ثبت عليش انا صدق معنى مطابقه واقع او اننا صدق يعني شيء اها تيجيش شلون صدق يعني وقوع ثبوت زيد او المجردك تصديق يعني شيء يعني حكم بوقوعي تصديق يعني حكم بوقوعي كنت فلان شو صدق كردو يعني شيء صدق كردو يعني واقع بوا. واقع ثابت بوا هيدا بوا تصديق كردو يعني شيء حكم كردو بوقوعي من ياخي زوايدي ادراكي وقوع بتصديق ابو معناي تصديق يعني حكم بصدق حكم بكام صدق صدق بمعنى وقوع تكذيب شيء باور كذا اذعان اذعان بوقوع تصديقي كذا يعني اذعاني كذا بصدق كذا اذعاني كذا بصدق صدق يعني شيء يعني وقوع حكمي هذا تكذيب نق معنى ودروخ سنوا تكذيب لغشة كذبة كذب كم معنى كذب بمعنى عدم وقوع واني اخي نالي وانا كده لباسي تناقل ده هيا نقلان اجتماعيا نابتا وارتفاعيا نابتا لا يصدقاني ولا يكذباني يعني شي هناك معنى درونابا كذب لي معنى دروني معنى شي انتفاع كذب يعني شي انتفاع صدق يعني شيء يعني تحقق فني آخر بس كذب معنى انتفاع معنى واقع نبون هيدا نبون ثابت نبون تكذب يعني شيء يعني إذعاني أو انتفاعي إذعاني أو عدم وقوعي صدق شلون بس تصديق لريشة صدق بمعنى مطابقة واقع وتكذيب لريشة كذب بمعنى عدم مطابقة واقع نية طبلي ولا أقليه موجبة بحتما مطابقي واقع بن سالبة كان جبه حتما مخالفي واقع بن أو وقت أنه يتصديق بأول دانا وتكذيب دوم دانا أوانية تصديق لريشي صدق بمعنى وقوع بس كوابو هم أقليه موجبة أجر إذعان تعلقي بي وقرت شنك إني حكم بوقوع كراوة تصديق بمعنى حكم بصدق بمعنى وقوع شي صادق بن شكال أو ديكي شهر والا
إذا والتكذيب بمعنى الحكم بالكذب، أما كذب بكان معنى وهو بمعنى اللا وقوع واللا ثبوت. فني آخر إذا لا بمعنى المطابقة للواقع كما في الصدق بالمعنى المشهور، ولا بمعنى المخالفة للواقع كما في الكذب بالمعنى المشهور، أو فيما بعد تركيت داية شاكا رسالي أول أن تصديق بمعنى الحكم بالصدق وهو معنى الوقوع والثبوت، إذ لا بمعنى المطابقة للواقع كما في الصدق بالمعنى المشهور. أجر والتكذيب بمعنى الحكم بالكذب وهو بمعنى لا وقوع ولا ثبوت، لا بمعنى المخالفة للواقع كما في الكذب بالمعنى المشهور. شاكا لو كذبيني ظنيش بوشي دي شكي قوابة تنا بقلايا سالبي كاذبة دا كترا إزعاني متعلق بقلايا سالبي كاذبة بيانا كترا تكذيب. فاني آخر وتنهب إزعاني متعلق بقلايا موجبي صادقة دا كترا تصديق. ولما أذعن في الموجبات بالوقوع كان الحكم تصديقا، وفي السوالب باللا وقوع كان الحكم تكذيبا. وني آخر دي باشا وقتك تصديق لرشي صدقي بمعنى وقوع، وني تكذيبش لرشي كذبي بمعنى لا وقوع. دل وقتك كإذعان وباور فايدا كرا ولا قلايا موجبة بوقوع، يعني دل وقتك إذعان فايدا كرا وبالصدق دي صدقي بمعنى وقوع جابويا كان الحكم تصديقا أو حكما بشيني وبراوا دي تصديق مناسبة شي هيا يدي تصديق يعني شي حكم بالصدق صدقي كان معنى صدق معنى وقوع، صدق معنى وقوع هي للغة دايدي. وأجل شنكن لما أزعن في السوالب إذعان فايدا كرا وباور فايدا كرا ولا قلاي سالبا دا بلا وقوع، يكبر إذعاني بلا وقوع فايدا كرا لأن أخذ إذعاني كذبا بكذب شكني لا وقوع كذب معنى لا وقوع ما نقبت بويدي بويا كان الحكم تكذيبا، حكم كذا بيدا شي أو حكم كابرا كردويتي أو إذعاني كردويتي شيا تكذيبا يعني شي يعني حكمك كمتعلقة بلا وقوع نجمع أنا ودرو نوا شون حكمك أمام إذعانك تكذيب شمان حكم بلا وقوع لا وقوع فيه ندي وايد جوان هيدي. خلاصة منظوري موصي أويا وجه تسميك بيان بكاتن كبلايتن تصديق لرشي الصدق بمعنى وقوع جاء لموجبات جاء إذعان بوقوعها يا تصبوية تصديق حكم كان تصديقي في ذلك خذي قال لي كجنا حكم بعض نسبة تامة خبرية موجبة إيجابية زور شاك أخباشا أما أنا ما كنت فيشش كتمان أدي مطلقي إذعانش تصديقي في ذلك شو متعلق بوقوع به شو متعلق بشي بيتن أنا كتمان كما ثم التصديق على إطلاقه يسمى إذعان وحكمه كما يسمى تصديقا يعني هم مطلقان الشيء في ذا كثير فس أو إذعانه كمتعلقة بالسواليب يشهر الشيء في ذا كثيرتا بمعنى أولها تصديق بمعنى عامة جباشا أوقتي بوشي بإذعاني لا وقوع تصديقي في ذا كثير أوقتي أخي تصديق لرشي صدقي معنى وقوعه تصديق فقط إدراكي وقوع ذا كثيرتا لحالك بيشتر تصديق بشيش كثيرا بو إدراكي لا وقوعش تصديقي هرفي كثيرا ثم معناك عام يعني وأما تسمية إذعان الحاكم في السوالب تصديقا على ما مرى فمبني على أن الإذعان بأن الثبوت غير واقعين مستلزم للإذعان بأن السلب واقع باشا. أما أوك نيو دبريتا نيو برا إذعان حاكم لسوالبا إذعان أو كسيك حكم دكاتا لقلايا سالبا دا حكم بلا وقوع دكا إذعان يبتشيني وبرا على ما مرة بنبوش كرابرا لأولي ختمت نيدا كنت كما يسمى تصديقا كتصديق معنا أعام بويدي على ما مرة نبينا نسره كرابرا دا ختي أولي مات نيدا على إطلاقي الشي في دا كتريتا تصديقي في دا كتر يعني بإدراك لا وقوعش إذعان لا وقوعش الشي في دا كتريتا تصديقي في دا أو بنابتشيه ولا فمبني أو تسمية بناغي للسلوية كبلين إذعان بواك الثبوت غير واقعة لسوالي بانده كابرا إذعاني بشي كردوها لزيد ليس بقائم إذعاني كردوها بواك الثبوت قيام بو زيد واقع نية
وقتك او اذعاني كردو او اذعاني مستلزم لان للاذعاني بان السلب واقع ليرا لازم ديك كابرا شي كردو اذعاني كردو بوك السلبك واقع بوا لان السلب واقع يعني اذعاني وقتك يبلن زيد ليس بقائمين مطابقه اذعانا بشي كردو اذعان بوك سبو قيام بو سبوت قيام بو زيد واقع نبوه اذعانا كردو بل لا وقوع لا وقوعي سبوت تذا كي شلون دي بلان شي اللي راه لازم ديتا ليش راه لازم لي اذعانم كردو بوقوع السلب اذعانم كردو بوكا سلب قيام لزيد شيا واقعه بس كي اقول شيا اذعانم كردو بوقوعش اللي راه لازم ديها دي تصديق معناته شبو اذعان بس صدقي بمعناته وقوع لا واش صدقي اذعان بس صدقي معناه وقوعي تدايا بلان نك صراحه قلت التزامات التزاماً ديرا لازم ديتا تدقي شون؟ شمكن الصراحة اويك الزيد ليس بقائمين ديقي نيتن شيا إذعان بعدم وقوع سبوت بلان وقتك إذعان بعدم وقوع سبوت قيام بو زيدي كرا ليرا لازم ديك إذعانم كلبي بوقوع سلبي قيام لزيدي بس كوابو إذعان بوقوع تدا هيا تصيقش معنى إذعان بسيط معنى وقوع بو لو جهتي ودتوانم شي في بلان؟ ادي بو ايجابيه كي شلون فيم داك التصديق كمعلومه او صراحه اذعان بوقوعي ارتدائي بس معناه مطلقه كشي تصديق هرشيا هر وقوعي لصدق معنى وقوعه جل موجب لك او وقت تصديق في بكسري جي خويه بلام لسالي باش لك في داك التصديق شلون اوج التزاما شي تدايا اذعان بوقوعي تدا بلام وقوعي شي وقوعي سال ثبوت وقوعي سال تيجيش شلون فلما وصد فرميتا ولكنه يلزم على هذا صحة تسمية الإذعان في الموجبات بالتكذيب ما وصد فرمي بلام أوج تسمية جوانية شنك لازم ديتا لسر أو قصيرا كبوشي إذعان با لا وقوع تصديق بيدا كتلي كتما بنا غير سروي أنا الإذعان فلان ليرا لازم ديت كني صحيح بيني وجبك نيو جزاري بكري إذعان لموجبات أنجب تكذيب هاك تكذيب بس معنى أبو حكم با كذب بمعنى شيء لا وقوع جادلين لموجبات أنك كنت زيد قائم إذعان بشي كردوا وقوعي قيام بو زيد وقوعي سبب ديت شي ليرا لازم ديتا كإذعان كذبه بل لا وقوعي سلب إذعان كذبه با دي بس كوابو أوج إذعان بلا وقوعي كده تكذيب معناه إذعان بلا وقوعه بس كوابو إذعان بموجبات عند بيتشي في كتري صحيح به أجر قرار بإيسا واليبان تصديق في كتري بما بو بناغي كبعض كتير بس كوابو لسر أو أساسي دبي إذعان بموجبات عنش تكذيب في كتري تنبو شو كأوانش إذعان بلا وقوعيا التزاما تدا هيا تكذيب معناه إذعان بلا وقوعه حاليه شو أمن ألبتا بيم سيرا وطبعا وصلش هرفي شو مراعاتي كردوا كتاتي لازم دي صحتي تسمية ناك وقوعي تسمية اريد شونك اخر اكا اعتراض لتسمية با ظلن خل لوجه تسمية را تسمية لازم نايد واني اخر والله ما وصل دابو بتفرمي اگر وابي الصح دابو الصحيح با نارا دابي بالفعل هبا دابو الصحيح با انا مغزاليش كرا با ناك كرا با دابو چه با دابو الصحيح با جوادك هناك صحيح مية وني آخر زور شاك أرى والله جماعة صبوا يعني إشكالي هنا فلان لو أنا دفعك أو أصام ببلين صحتك هر هي كتسمية كالنبوة وأنا جينك أو تسمية صحيح جنية واقع النبوة هناك معنى صحيح مية دنيو علماء دا أو تسمية النية تسمية أزاد يدي قبر في خوش بتسمية ذاك في خوش بنايك لو اجي تسمية جرى تسمية لازم نهاية ولكنه يلزم على هذا صحة تسمية الإذعان في الموجبات بالتكذيب بو لازم ده لأن الإذعان بأن ثبوت واقعون كأول موجبات عندها يا مستلزم للإذعان بأن السلب غير واقع جرى لازم ده كإذعان تبيبه كالسلب كواقع نبوة على وتيرة ما سبق آنفا هل براوشك أوشتك آنفا تازد الباز تفرب وني آخر جباشا اگر وادي بو تسميه كان كراوه
ادي بوش اذعان با موجباتان بوقوع لموجباتان دا فتكذيب نيو نبراوا كالصحيح دبو صحيح باخر وني اخر اجبونا اوجد الله موصل فرمي وكأنه لشرف الايجاب لم يهتم في تسميته بجانب لازمه دلي واتي دقام شنكني ايجاب شرافتي هيا بسر سلب دا ايجاب شاتر لسلب دي بويا اهمية ندرا ولا منطقي دا لنا مغزاري كردني ايجاب دا بجانب لازمك هي. يعني معنى التزام بجانب او شيء كلي لازم كإذعان بلا وقوع اللي را لازم ده هاد إذعان بلا وقوع السلب بلام او لازم مراعاة نكرة وشكني ايجاب هند بشرافة هم مشتكي تحت الشعاع قرار دادات لوازم مكاني مراعاة نكرة بلام سلب وانية شنك او شرافتينية هلوكو خوي ملاحظة دكريتا وانية كم خب خوي ملاحظة كرا وكبالا بيدا كتير تكذيب بي اعتباره وكي سلب إذعان بلا وقوع صراحة لازم كش مراعات كراوة كلازم كش إذعانا بوقوعي سلب إذعانا بوقوعي سلب بويا بتصديق جنيو براو بيعتبر أو لازم هني آخر إي إجابة كي يعني نادي دبكيري أو لازم مراعات نكرت شكني إجابة خو شرافتي هي هل مراعاتي خوي دكري لا تسمية كيدا مراعاتي لوازم كي نكرت أو جوانا إذا وقت إلي حالي بون قال لك تي ويتر ذا زور بزحمة هيدايا كان أو ها أرى والله لا أنا كنا أما زاني من كتصديق دو معناه هي لمنطقي ده معناه كي مطلقي هي بإذعان بوقوع ولا وقوع عند كتر معناه كي خاص شي هي كإذعان بوقوع تركيزيبش فقط يك معناه هي كتشيا إذعان بلا وقوع من آخر بس كأبو إذعان بلا وقوع هم بيش قالوا شوار نيو اختصاص يعني كسلب وانتزاع ورفع ونفيا نيو كترش هي كتكذيبه وني اخر نيو كترش هي كتصديق تصديق شي هذا في دكتور بمعنى عام ككتش من بو شي في دكتور بيعتبر معنى التزام يا كزورشك او خلاص جباشا وكتي وبينوا وجهه بوجوه عندي انا بحث كيدور كوتي نوا وبينوا او كبو شي باذعان بوقوع تصديق في دكتور إذعان بلا وقوع تكذيبي في دكتوري بيان مان كد وجهك مان كد الثاني وجه دوم كبوشي إذعان بلا وقوع تصديقه وإذعان بلا وقوع تكذيبه قال أنه قبل الحكم في كل قضية يدرك وقوع النسبة يعني يدرك بمدرك برينوانيا يدرك وقوع النسبة التامة الإيجابية عن الوقوع إما ذاتا كما في الموجبات أو ضمنا كما في السوالب والإذعان في الموجبات لما توجه إلى الوقوع ووافق الإدراك الأول فقد صدقه ونسبه إلى الصدق أي المطابقة للواقع وفي السوالب لما توجه إلى اللاوقوع وخالفه فقد كذبه ونسبه إلى الكذب أي اللامطابقة له هذا لين تصديق للصدق معناه شيء أو جاء مشهور كشيء مطابقي واقع تكذيب لكذب معناه مشهور كعدم مطابقية بوش إذعان بوقوع تصديقي بو معناه في ذا كتري إذعان بلا وقوع تكذيبي بو معناه في ذا كتري لصدق كذب معناه مشهور ظلين كاكا شأن حال وايا ينبغين أنه فاعل كبري نوابو شتكي كالمقام فهم ذكري حاكم من آخر حاكمك قبل الحكم في كل قضية فيشوى كحكم بك لهر قضية كي شم وجبة بيش سالبة بيتن حاكم فيشوى حكمك يبكى إذعانك يبكى صدكاتا يدرك وقوع النسبة التامة الإيجابية إدراكي صدكاتا قضية شم وجبة بهر إدراك نسبة التامة إيجابية دكا سالبش بإدراكي صدكاتا نسبة التامة إيجابية هر دكا يدي أدي شمكني سالبة شيا سالبة لا وقوع نيا سالبي شيا سالبي وقوع خذ بي وقوع كيس إدراكي تسلبي بكي من ياخي شكي سالبة إدراكي لا وقوع عيدي لا وقوع وقوع كيدا بيها بيتن خو وكو بصر عدم وكو عما عدم البصر قيدة يجي وقوع قيدة كلمعنا كده بي وقوع كي حتما إدراك بكريتا حاكم لحم قليا كده كيشوي كحكمك وإذعانك بكا حتما شدكاتا إدراكي وقوع نسبة تامي إيجابية دكاتا شون؟ كل قضية. دي. شو سالبة بيتن؟ هذه شيء هنا بقى. نخضن بلم. كل
چه موجبه بیدید؟ هر دوکان در و ابوی هنه و کبلی لسالی بکش در هر چیه؟ ادراکی چی دکریده؟ آها جا اما پیموه او وقوعی اول زیادیه الثانی انه قبل الحکم فی کل قضیه یدرک نسبت تامت الایجابیه اعنی الوقوع ساکه؟ آه تکرار ده بیتواره ده همو قضیه اکی ده کبرای حاکم چی دکاته؟ ادراکی نسبت تامه ایجابیه دکا کچیه؟ كوقوعكية لموجب اجل لزيد قائمون اجل ادراك وقوع دكا لزيد ليس بقائمين اجل شدكاتا اه چونك ادراك اغلى زيد قائم ده ادراك دكا ادراك دكا بويك اذعاني في بكا لزيد ليس بقائمين اجل ادراك دكا بويك سلبي بكا اخذ بادراك بكا تابين النفي بكا وانكاري بكا واني اخر اها جا اما ذاتان خد النسبة تامة خبرية كي كادراك دكا يام بالذات ادراك دكا كما في الموجبات مقصود بالذات يتيدي وانك دكا هر عيني خوي إدراك دكا أو ضمنا يعني نولا ضمنا إدراكي دكا لسوالي ده شكي إدراكي لا وقوعي كبير لا وقوع وقوعي ده ضمن ده يدي لا وقوع واني آخر فس كوابو ده ضمني سلبة كده إدراكي وقوعكي هر كردوة إدراكي نسبة تامي خبرية واني شكي لا وقوع عدم وقوع عدم وقوع كي تصور بك تا عدم وقوع كي تواني بتصور بك ديجا شبو بس لهر دوكان دا ادراك وقوع كراوة دا والإذعان في الموجبات إذعان لموجبات دا دوايوي كإدراك وقوع كرتا إذعانك وقتاك كأو إذعان التوجه دك بولاي وقوع كي ونيا إذعان چيا إذعان با وقوع ووافق الإدراك الأول موافقة أو إذعاني ويدقال إدراك أولك إدراكي چي كردبو؟ فيشتر؟ دي الآن جال إذعاني بشي كردوا؟ بوقوعكي كردوا فسكوابو أوي الآن أو إذعاني مطابقة دقال إدراك أولك واني آخر فسكوابو فقط صدقه ذاتواني بلين أو حاكمة تصديقي أو إدراكي أولي كردوا تصديقي أو إدراكي السابقي كردوا يعني شي تصديقي كردوا يعني نسبه الى الصدق نسبتي او ادراك او ليدا وبلا الصدق بمش معنى انا مطابقي للواقع وني اخر هذه مطابقي ويدي فسكواب يعني كتوتي او ادراكي مطابقه وني اخر اها بلا وفي السوالب بلا اذعان للسوالب عند زيد ليس بقائم ادراكي شي كذبك برا ضمنا ضمنا يقيم بيشوي كحكمك يبك ادراكي وقوعي كذب ضمنا بلام كي إدراكي وقوعي كر إذعانك رودا وقوعكي ناك بلق رودا شوية دكاتا بس كوابو قوادا قينت كال إدراك أولاكي شي كردوا يعني دواقع دا كتوية أو إدراك أولايا مطابقي واقع نية وقوعك مطابقي واقع نية بلق شيا لا وقوعا واني آخر أو إذعانك مطابق نية دقل نا إدراك أولاكي مطابق نية قال إدراك أولاكي أوجي خوي بلام مطابق تشي ليرا لازم ديتا كمطابق نية قال إدراك أولاكي يعني إدراك أولاكي ودروخ الصوتوا يعني كنت أو إدراك أولا مطابق واقع نية شو قال الواقع ذا شاهية لا وقوع هي تيجيشتي منظور ما هو الصدق كي بمعنى وانا بنا إذعانا كم مطابقة قال إدراكك إذعانك حكم بودك لا إذعانك را أول لازم ديك ورا ما دام إذعاني بوقوع كرت إدراك أولك شهر وقوع بوا بس ده إذعانك ده ادعاء كردوا أو إدراك أولي من مطابق واقع باورا فيها يا مطابق واقع لا سلب كيدا إدراك وقوعي في الشرك كردوا بل وقتك إذعانك ده كاتن إذعانك رد وقوعك هناك رد لا وقوعك هناك بس كوابو ده واقع ده إشارة كله بلايوك أو إدراك أولي منك وقوعا مطابق واقعني واقعية وقوعني واقعية شتكي ترى لا وقوعا تجيش نشونا فقد صدقه ونسبه إلى الصدق شنك إذعان متوجه بلاي وقوع وموافقة قال إدراك أول لموجباتان ده فقط صدقه وده تنبرين أو إذعانا تصديقي كردوا إدراك أولك يعني حاكمك تصديقي كردوا يعني شي تصديقي كردوا يعني نسبه إلى الصدق يعني إدراك أولك نسبة وبلايتي صدق صدقي بكان معنى معنى مطابقي واقع شو كيف يشتر وقوعي إدراك كردبو دواج إذعاني كربا وقوعك يعني أو وقوعك من أول إدراكم كرد حاقبو مطابقي واقع بو باورا فيها يعني بلام وفي السوالب إذعان لسوالبان لما توجه إلى اللا وقوع وخالفه
وقتاك كمتوجه بو إذعانك لسورجة بولي عدم وقوع وخالفه وأو إذعان مخالف بوهو دي قال إدراك أولا كيش كيلا إدراك أولا كيلا إدراك وقوعي كردو كتمان اللي منان إدراكي كردو دي فقد كذبه ونسبه إلى الكذب أي لا مطابقة له دي خبرة شي كردو حاكمك ين إذعانك تكذبه تكذيب إدراك أولا كردو لا يعني شي تكذيب كردو يعني نسبه إلى الكذب نسبة إدراك أولا كيدا وبلايشي كذب بس معنى أنا عدم مطابقي بواقع وايدي أمن لزيد ليس بقائمين كشوك حكمك بكم إدراك وقوع قياما بو زيد كردو الله منان دوائي ظلم ليس بقائمين إذعان ما يبا عدم وقوع يعني أو وقوعك في الشر إدراك كردو ونبو أو مطابقي نفس الأمر نبو بل كتشيا لا وقوع مطابقي نفس الأمر سيدا قيت شونا إدراك كي نسبة دنبو لي عدم مطابقة ما عادي وقت نابت بو خلط دبي آخر بس اعتباري في شو صحيح هيد بس معنا فينا خش خم نابي عرض بحثك كلنا فرق دكاو أنا بحثك إلى سروي كلا كذب بمعنى شو بيتن عدم مطابقة صدق معنا أجر لو يبي وقت تصديق وتكذيب بس معنا أنا شيء نسبة هو كفستقت هو يعني نسبته إلى الفسق أو جوايا تصديق يعني شيء تصديق يعني شيء نسبته إلى نسبته إلى الصدق إلى الصدق بس معنا نسبته إلى المطابقة للواقع نسبتي كم ده إدراك أولي كي خوم ده يعني نسبة إدراك أولي كي خوم ده بلاي عدم مطابقة كنتم أو مطابق نبو أو إدراك أولي ما متعدية إذا هرم معنا تعدية كده فنية تصديق أولش ده هرب معنا ده بيع علم بيدي علم يدي أو باب التفعيل ما معناها توا يعني علم من بيدا كذبا وكا فلان شدوايا فما يدي ما معناها توا اللي بيري مني على صار فيدا ما يرد يعني اعتقاد باب التفعيل معنى اعتقادنا هاتوا يا وجوه يدي بل اول معنى اعتقاده شاكا هيا لم تشمل علي واندا والثر يادم كباب تفعيل بو اعتقاد جهاتوا جاء اول معنى اعتقاده كدلي صدقته يعني شي اعتقادا فايدا كذب صدقك صدقي بكام معنى وقوع تكذبته يعني اعتقادا فايدا كذب كذبك يعني اعتقادا حكم دي اعتقاد حكم ايدي حكم ممكن اعتقادا فايدا كذب لا وقوع بمعنى نسبته نسبته الى وهما حينئذ بمعنى المطابقة للواقع وعدمها صدق كذب حينئذ أو وقتك أما أوان معنى بكين وكو فيش بنا بو تحليلي دوام بمعنى مطابقة واقع صدق كذب معنى عدم مطابقة معنى معنى مشهورة كي نانا تصدق يعني النسبة تصدق يعني شي يعني النسبة اشتكم داو بوليو صدق معنى مطابقة واقع صدق أو صدق كذب هما يعني صدق كذب بمعنى أنا بلان تصدق شيء نسبة إدراك أولك بولي أو صدق بمعنى مطابق واقع تكذيب نسبة إدراك أولك بولي شيء كذب بمعنى عدم مطابق واقع تكذيب وتصديق للصدق كذب بمعنى مشهور بلان لوجه تسمية والله بمعنى مشهور نقول حالي بون شونا لهر دكان ده. أول ثمانية لكن نسبة تامة سلبيش بلاك. أخلي مرحلة دوم ده. أنا أول رقم مثلاً بزيدون قايونا. ده. ذاك السلبية كوابد. بلاد ك. ما زيدون قايم زيدون نسبة قايمة ولا صراحة نيكاب. ده ماشي. لا موجبك هذا ضمن نيكاب. مثلاً في زيدون قايمون وقوعي كيان بوزي عبده. التزامنا ويا جينا ك. لا وقوعكين نية. لا وقوعي ثابت نية. خجال ضروري نية خوابك. كبر وكو بتو دلي وكو كبرى كشوت الدكتوري. هنيا وكو بتو بلم جيراس شو يا أتو عوان شان بدي خنا بيت. كبر لازم نية كبرى عوابك. أول كم مصدر دلي يك يك ضرورة وادا كايدي. همو كسك شدا كاتن. لنسبة لقليه موجبة ده.
او اتو دلي دتواني وابي ما وصب اصلا واقعية دك الواقعية دا لقلي موجبة وسالبة دا اول ادراك شو ذكرت وما تشهل هو السلبية كي شهل بيوتي بيدك شكي للسلبية كي شهل بيشو للسلبية كي دا سلب شي اخر اصلا خدي للسلبية كي دا نسبة كي شي اذعان بشي كلا اذعان با عدم وقوع فاس بيت خوش بيانا وقوعي هر دزي من دايا شكرا هر خودي نسبة السلبية نيوكي چيا لا وقوع دي سلبي وقوع لذي تحفظ بي وقوع حتما دي قلده بينا تواني ببي وقوع تصوري بكي ظلام إجابة كي دا تواني ببي لا وقوع شي بكي إجابة بمعنى عدم وقوعي عدم لا وقوع ليرا لازم دي وياتو دي يلي ما هو هذا دي وياتو دي يلي وهذا دي هر خودي سلب معنى إدراكي لا وقوع بس كوابو دبي وقوع تصور كي تا لا وقوع تواني بالإدراكي فلما يقول كشيء إدراكي وقوع ده صراحة كوقوعها ارتدائي راز ذاك أويدي كشيء ليرا لازم كم وصف شيء باسيكر ليرا لازم ده بلام لزومكي ولزومي أو إدراكي وكو أو لزومي إدراكي وقوع نية بس قليه سالي بدا يعني هندا لازمك قريب نية خو بيينة أودي هو لازمك بيينة ناتواني ببيوي ناتواني تصوري بكي زي باش الثالث او جاركانا وجه تسمية سيوم وجه كي تزور آسان بلين تصديق لريشي صدقي اصطلاحي صدقي اصطلاحينا اصطلاحي ده اصطلاحي ده بش معنى صدق لإصطلاح معنى نسبة تامي إيجابي كيز بش معنى سلبي خد الصدق يعني شي نسبة تامي إيجابي نا صادقا نا هذا اصطلاح ده الصدق بمعنى كي هي كمعنى مطابقه وكذا معنى عدم مطابقه بمعنى كي ترج هنا شاكا كشيا صدق يعني نسبة تامي ايجابي كذب يعني شيء سلبي تصديق او وقت شيء تصديق ادراكي نسبة تام يعني اذعان بنسبة تامي ايجابي اذعان بصدق صدق يعني شيء نسبة تامي ايجابي حالي شو نيبي نسرش اللغوية كيها كصدق الغدا معنى الثبوت يعني معنى تحقق أو هلا أصلاً بلين صدق يعني شيء ده إصلاح ده نسبة تامي إيجابي كذا يعني شيء ده تصديق شيء اعتقاده بالصدق بمعنى نسبة تامي إيجابي دلت قليصة موجبة ده اعتقاد فيدا كراه وبصدق معنى نسبة تامي إيجابي تكذيب يعني اعتقاد بكذب بكذب يعني شيء يعني نسبة تامي سلبي ده زيد ليس بقائمين ده أمن إذعان فيدا كدوا بكذب بمعنى نسبة تامي سلبي من ياخذ او اخي تصديق وتكذيب هذا معنى اعتقادا بلام اعتقاد بالصدق وكذبي بمعنى اللغوينة صدق وكذبي بمعنى اصطلاحي يعني اخر الثالث ان النسبة التامة في الموجبات تسمى بالصدق نسبة تامة لموجبات عند نيو دبري بشي اصطلاحا اصطلاحا نسبة تامة ايجابية في ظل صدق وفي السوالب بالكذب اصطلاحا اصطلاحا بوهرتانا نسبة تامة لسوالب عند بشي نيو دبري يعني ويلا نسبة تامة إيجابية لإصلاح ده صدق في ده كتير نسبة تامة سلبية شيء في ده كتير كذب في ده كتير جاء تصديق يعني اعتقاد بصدق بمعنى نسبة تامة إيجابية لقلي مجبج دواي دي تكذب يعني اعتقاد بكذب بمعنى نسبة تامة سلبية لقلي سلبي جدا اعتقاد ب مشخص دي تيجي إيش نشيلها بس كوابو تعالى أنا كنا أو من بو معلوم بو كحكم مرادفي تصديقه أو ما معلوم ولا ما تندى حكم مرادفي شكتي التصديق على إطلاقه يسمى إذعانا وحكمان حكم مرادفي تصديقه هذا معنى لغوي أو مناسبتها هي حكم كردن للغة أتو حكم بشتكيب كي يعني أتو باورت فيها هي باور كردن أيدي وني آخر حكمي في كل واني باور في كل وترجيح داوة كده جيش وانا بلام أري إذعان حكم شيء في هذا كتير. لا إطلاقي يسمى إذعان. أري أو سني وأنا هل بمطلقي في هذا كتير. عندهم حالات كم. شيء إذعان كيتو متعلق بقلية موجبة بش بقلية سالبة أو سني وأنا أولي هر هي. تصديق شيء في هذا كتير. أول عام تربي لبزانة إذعان. نعم ترنية. كامل المصطلحات. هات مرادفة. بلام حكم بو معناك ترج والله كراوة. نعم ترنية. تباينة تباين
كلهم تباين هي اللي بيني حكمي بمعنى يدوم كألان ديخينينو حكمي عن أول حكمي عن أول شبو تصديق بو تصديق يعني شيء يعني إذعان بنسبة تامة شن نسبة تامة هي إيجابي بيتن يا سلبي بيتن حكم بو معناه يعني تصديق وني آخر بلان جاري ويا حكم بخود نسبة تامة كيد الله تعالى نكنا إذعان بنسبة تامة بو أو جار كنا خود نسبة تامة هذه إذعان متعلقة بنسبة تامة كده قلت شو كما تسمى النسبة التامة الخبرية حكما ووقوعا ولا وقوعا وثبوتا ولا ثبوتا وإيقاعا وانتزاعا وإيجابا وسلبا ونسبة ثبوتيتان ونسبة إيجابيتان ونسبة سلبيتان هذا قلت شونا هر وكو نسبة التامة الخبريش يعني شون تصديق نيوبراب حكم شون تصديق بشرط تعلق بوقوع ونيوبرا بإيقاع بإيجاب بشرط تعلق بلا وقوع ونيوبرا بانتزاع بسلب هروا نسبة تامة خبريش عيني أو حالتيها نيو دبري بشي حكمي في ذا كتريت إذا أو كافية كافك بلين بو قراني ذكرية ها بو تشبيه نية بو قرانة كافي قرانة يعني أو جواية أخذ تشبيهك أو يعني كأنه بيشتر أو أنا منظاني أو كلو بدو أودي حال يشعر نش من بيستونه. يعني تشبيه مقلوبة. يعني بلين كافة كبو قرانة. يعني بلين كما يعني هروها. هروها تشبيه مقلوب. هروها. هروكو اوي بيشو وابو. شتكي تريش هيا. نسبة التامة خبريج نيو دبري بچي. بحكم نيو دبري. واني اخد حالك ده حكم نيو شبو. هو تصديق. اذعاني متعلق بنسبة التامة خبرية. بلان جاريوه بخود نسبة كجده كتلي حكم. جاءت إيجابي بيتن، شو سلبي بيت؟ وقوع قيام بوزيدي، يعني لا وقوع قيام بوزيدي شو حكمي في ذا كتلة؟ هروكو إذعان بل لا وقوع بوقوع حكمي في ذا كتلة؟ فلان جاك بالنسبة كذا كتلة حكم أو تسمية متعلقة باسم متعلق. شو حكم بمعنى باور كردنا معنى إذعانه كإذعان متعلق بو بالنسبة التامة نسبة التامة كمتعلقة. نيو متعلق رسا متعلق إذا تسمية متعلقة باسم متعلق. أو جاء نسبة تمني ودبري ووقوعا ولا وقوعا شي في ذا كتلة؟ نسبة تمني إيجابية بوقوع أو سلبي بيتن لا وقوع مشخصة وديارة ثبوت ولا ثبوت شي في ذا كتلة؟ وني آخر؟ أبو سلبية كي إيقاع انتزاع شي في ذا كتلة نسبة تمني خبرية تصديق بشرط تعلق بوقوع وإيقاع في ذا كتلة بشرط تعلق بعدم وغنزة أما جار بخد نسبة تمني خبرية كا اجا ايجابي بي ايقاعي في بخد نسبتك ها اجا وش تسميه متعلقه باسم متعلق تسميه متعلقه باسم متعلق شوف ايقاع كتما معناه ادراكي وقوع انتزاع ادراكي لا وقوع جالير ده بخد وقوع لا وقوع كان كتراوه يعني اخر تسميه متعلق باسم متعلق أوري وإيجابا وسلبا نشي في ذا كتري نسبة تامة خبرية إيجاب وسلبي في ذا كتري هر وكو إيجاب بتصديق بشرط تعلق بوقوع وسلب بتصديق بشرط تعلق بعدم وقوع ذا كتري بخدي متعلقة كشي ذا كتري حموان مجاز مرسلة أهري والله ونسبة ثبوتية نشي في ذا كتري نسبة تامة خبرية نشي في ذا كتري نسبة في ظل نسبة ثبوتية شي إيجابي بشي سلبي بي بهر دوكان ده كتلة في ظلان ثبوتية وش في ظلان ثبوتية نسبة العام إلى الخاص نسبة عامة بولاي خاص فاني آخر بو شكي الثبوت ثبوت معناه وقوع بقرين ها ثبوت يعني شي وقوع دي فقد فقد لإجابة كيدا وقوع هيا خو لسالبة دا وقوع نية واني آخر جاء مدلين كان نسبة تامة خبرية نسبة دراوة بيه نسبة بولاي الثبوت بمعنى وقوع أو نسبة عامة بولاي خاص شوك الثبوت خاصة الثبوت معنى وقوع قسمك على نسبة تامة خبرية بلا مطلق نسبة تامة خبرية شيء وقوع به شيء لا وقوع به هل نسبة دراوة بولاي الثبوت معنى وقوع هو جزء نية هو جزء أخذ جاء وقت لبي جدا جدا بكريته أو نيوشي دفاني فيه بلاي لموجبه دا في بلاي آخر وقتی لموجبه دا دوشاری مشکله دا بی لموجبه دا که پی بکتر ثبوتی دی اگر جدا جدا هم که یوها
لموجبه ده في دلالة ثبوتي نسبتك غلط بيش كثبوتك عيني وقوعك يا نسبة الشيء بولاي نفسي خوي لازم ديتا لا سالي بكشي ده في بولاي ثبوتي چوكي منصوبة بولاي ثبوت يعني ثبوت جزئي كتي يزمنا تدا هيا چوكي نسبتك لا وقوع وقوعي تدا هيا جاء وقت لا إجابة كده ده شهر مشكلة ده بي بلا ما قبلي هر يرجن نيوة نقني وابو دانا دانا يعني نيوة بو حموكي يدي في ده كتره چي نسبة ثبوتيه في ده كتره سوى تامي خبر ولا يخاص شكو ثبوت معنى وقوعا ديخون نسبة تامي خبرية هميشة وقوع ديه وقوع شي ده زمن ده هيا جار جار فردكي وقوع فردكي لا وقوع عامة يدي جاتو ديني او عامة نسبة ده بولاي يكك لأفراد كاني أني آخر ونسبة إيجابية شي في ده كتره نسبة تامي خبرية شي في ده كتره نسبة إيجابية في ذلك كتريتا نسبة سلبية في ذلك كتريتا نسبة إيجابية نسبة تامة خبرية نسبة إيجابية يعني في ذلك كتريتا نسبة سلبية أجر مسيح هنان ها نسبة تامة خبرية في ذلك كتريتا نسبة إيجابية في ذلك نسبة سلبية أو نيوانا كي في ذلك كتريتا أو شرشية ماذا نولا دبي جدا أو جدا جدا أو خصوبوت يكينية اوی که پیشش کتمان برای هر دتوان وجیب و بینی نوا نسبت ثبوتیه برای نسبت من نسبت که نسبت همه خبریه عامه نسبت دوما ولی و ثبوت ثبوت که فردکیتی او نسبت عامه بلای خاص او جا نسبتا ایجابیتا لقلیه موجبه دا به نسبت که دکتر نسبت ایجابی نسبت که عامه نسبت دوما بلای ایجاب که ایجاب فردکیتی نسبت عامه بلای خاص كإجابة إيجابي معنى تصديقنا ها إيجابي بو معنى كالآن خيند ما إيجابي معنى وقوع كنما نقول نيوة بو خدي نسبة تامة خبرك أو جارك أنا ونسبة سلبية بخدي نسبة تامة خبرك نسبة سلبية لقلاي سالبة دا شكرا نسبتك عامة نسبة من دا وبولاي سلب سلبي بمعنى لا وقوع كيكي لأفرادة كانت كذلك أو جارتشيا نسبة عامة ولا خاص يان دلير تنبلا أو نسبة المتعلق إلى المتعلق تنبلا إنه والله نسبة شيا ولا متعلق أريه إنها هلك إيجابية وسلبية إذا نسبة متعلقة ولا متعلق وني آخر شو كني أقل إيجاب وسلبي بمعنى بيشو بقريها معنى تصديق إيجابك أو جابش معنى بيتن إزعاني متعلق بوقوع سلف شبو إزعاني متعلق بلا وقوع شاكا جاء وقتي إيجاب سلبي بمعنى إزعان متعلقا خواوان نسبة تامك متعلقة جاتو ديني نسبة متعلقة ديك النسبة كيا ولا متعلقة كإيجاب سلبي بمعنى إزعان بوقوع إزعان بعدم وقوع أجل إيجاب سلبي بمعنى خدي وقوع عدم وقوع بان أو نسبة عامة ولا يخاف ظلام أجل معنى إزعان بوقوع إزعان بعدم وقوع بان ولا متعلق تيجيش تنشونا أوش خلاص وتسمى النسبة بين أو أني وكان نسبة تامي خبرية بون أو جار نيو دبرين نسبة بينش بس هن نيو عن لمنطقي دا نيو دبرين نسبة ناقصة تنجليك في دبر نسبة شي ناقصة يسكت عليني نسبة ارتباطة بلا ما يسكت عليني ثبوت قيام بوزي ونسبة تقييدية فيش داك تقول شي تقييدية نسبة تماكي تقييدك هيدي وقوع لا وقوعك تقييدك بس ثبوت ولا وقوع ثبوت وقوعي اتصال لا وقوعي اتصال وقوعي انفصال لا وقوعي انفصال وقوع لا وقوعك تخصيص لك ونيا او جار وثبوتية فيش داك تقول نسبة شي ثبوتي ونيا اخر نسبة لحمو عند في داك تقول نسبة ثبوتي الحمليه ديالها هذا صايم راني نسبه عامه بلاي خاص دي ياك الافراد كان يثبت على قضايا حمليه هذا او نتج في ذاك الوقت بلاي خاص ومورد الايجاب والسلبي في شي ذاك الوقت شي شك ايجاب وسلب كوارد سلبي ده بيت ها وش بين بين هر وش بين بين في ذاك الوقت جاي مورد ايجاب وسلبي بمعنى شي نسبه تامه خبريه ها نك ايجاب وسلبي بمعنى اذعان شكي او واردي سرچ نابه نسبة بين بين نابه اوان واردي سر نسبة تامي خبرية نابه فس موردي ايجاب سلبة موردي ايجابي بمعنى او ايجابي كخط دومي او صفحي داخين دمان معنى وقوع سلبي معنى لا وقوع نك ايجابي معنى ازعان بوقوع سلبي معنى ازعان بلا وقوع اوانه
وحكما شش في ذا كتريتن حكم شش في ذا كتريتن حكم في ذا كتير بس اعتبار وقبلين تسميي متعلقي متعلقة باسم متعلق أو تسمية متعلقة باسم متعلق متعلق باسم متعلق متعلق حكم كمعنى نسبة بيني الآن زي نسبة بيني شيء متعلقة لبوشي لبو نسبة تامي خبري نسبة تامي خبري متعلقة لبوشي لبو إزعاني حكم معنى إزعان جادين إنسا لكين يعني متعلقي متعلق لسال متعلق دادني متعلقي متعلق يؤدي إزعانك متعلقة بنسبة تامي خبرية كأوج متعلقة بو نسبة بين كلمة متعلق نيوي متعلق نام قزاري دكين باسمي متعلقي متعلق تجيشن شونا وقد يطلق الحكم على نفس القلية جاري ويا حكمك بشيش دا كتلتان بس كابو حكم او شوار اطلاقي هبو بتصديقك كتلة بالنسبة تامي خبرية كتلة بالنسبة بين كتلة بخدي قلية كش كتلة يعني بمزموعي خدي قلية زيدون قائم زيدون سيب قائم دلن او حكمة ثابتة او حكمة يعني او قلية في دلن حكم بخدي قلية كي دلن حكم واني اخر وعلى المحكوم به فيها وأوجد حكم إطلاق ذاك الوسائل محكوم به لقلية دا محمولك زيد قائم بقائم إذا كتري حكم مثلا حكم في ذا كتري ما جاء زيدي حكم زيدي شيء قيامة قيام حكم زيدي من محكوم به يعني حكمي فكره وزيد تسميه كشيا هر اوي يدي دبي يعني زور دور دريش كينوا تسميه ده كله بلان تسميه متعلقه باسم متعلق متعلق بالذات يا متعلق بالواسطه شكن حكم بمعنى اذعانه وانا باورا هر متعلقه بخدي قلياش متعلقه بالنسبه بيناش متعلقه بالنسبه تاماش متعلقه بمحكوم به كاش بلان بنسبة تامي خبرية متعلقة بيزداد بواني تر بالواسطة شكرا نسبة تامي خبرية جزء كالقلية كمتعلق بنسبة تامي خبرية وكوية متعلق بششوة بخدي قلية كشوة واني آخر نسبة تامي خبرية رابطة لبين محمول وموضوعان دا كمحمولك مهم ترى واني آخر جابويا تعلق نسبة تامي خبرية بمحمولك زور ترى آخر جاديني نيوي يعني او حكمك كمتعلقة بنسبة تامي خبرية وبواسطه يوجد متعلق وبمحكوم به بخذي محكوم به كده كتر حكم يعني او نيوانا باستثنائي خذي تصديقك كحكم في ده كتر او تواهو يعني بلين طابق النعل بالنعل مطابقان فيك وهو او نيوانا اسم مسمى بلان بو اواني كدواي خندوان او معنانا هموان تسميه متعلقا باسمي متعلق بلا متعلق كعام لكن لا متعلق بالذات ومتعلق بالوسط متعلق كما نظرنا في إذعانك متعلق بقشتي أو أنا كخين ما بلا من كان بذن ده كان بالواسطة شيء سؤال ده كبا محكوم بيه بلين حكم ده بلين تسمي متعلق بيه متعلق لا تسمي متعلق هذه وايد يا رجوان عجا تسمية متعلقة باسم متعلق زي باش أوش بالواسطة أوش ممكن أوش بالواسطة لا قبل محكوم بيها كده واسطة تسمية بعلي ودا بترى شون دو قدم دور ترى شون أول إذا أنا كمتعلقة بنسبة تامي خبرية بسبب نسبة تامي خبرية متعلقة بنسبة بين بسبب متعلقة بمحكوم بيها كده يعني آخر رابطاً بلا ميك كان رابطك يسعى السكوت عليه كان يسعى السكوت عليه ويفرق بالقرينة فرق داخلي لبيني أو معنى أنا ذا بشي بقرينة ألا أنا كان هندي كان مشترك بندي ألا لفظ تصديق مشترك ببودو معنى بشي بظن آية معنى أولا يندوهما أو جرى كان حكم مشترك لبيني فينج معنى عنده
إيجاب وسلب إيقاع وانتزاع هر كاميان مشترك بين دو معنى عنده ونيا إيقاع مشترك بين دو معنى عنده يدي كباخد نسبة تامي خبر يشكتره بإزعان بنسبة تامي خبر يشكتره إيجاب جهروه انتزاع وسلب جهروه أو جاء نسبة السبوتي دو معنى هي بأخذ نسبة تامي خبر يجدك نسبة السبوتي بنسبة بين بينه يجدك نسبة السبوتي وانا بو آخر آه جاء وانا همو أن بقلنا لك جدا ذكرنا حالي نبون جاء قرأ وانا تان لبار بيتن بجوري قرائن مقام وقريني حقاواني مقالية ككتران لكتبان دا متنك بواتا فيشي كلمة حكمي تدابو ذاتوانا معنى مناسبي لبدنا فلا ما قال برتان نبي ناتوانا